وكذب الوقاتون، فليس من حق أحد أن يعطي وقتا معينا أو أن يسأل عن وقته. كما الآن بعض الناس قالوا أن وقت الظهور قريب، فإنه كذب ومما لا دليل عليه. هذه الدعاوى، لذلك بعثت برسالة إلى أحد الفضلاء الذين متصدين لقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في الجمهورية الإسلامية ويظهر على الفضائيات، وقلت له اتق الله في الناس، هذا الكلام والتركيز على علامات الظهور وأنها قد تحققت وهذا فلان هو فلان، ودخول الجيش الأمريكي مثلا في العراق هو يعني وإذا دخل الروم، هذا واقعا هذا جوابه مثل ظهور الإمام الحجة. مولانا شو وقت مولانا شو وقت يظهر الحجة؟ أنتوا أصحاب الحديث، أصحاب الحديث شو يقولون مولانا؟ ها كذب الوقاتون، والحمد لله أولئك اللي يقولون هاليوم يطلعوا، باجر يطلعوا، بعد أسبوع يطلعوا، بعد سنة يطلعوا، بعد 10 سنوات. وأنتوا تقولون كذب الوقاتون، وما قال كذب الوقاتون في التاريخ السنة الكذائية، من وقته؟ من يقول عصرنا عصر الظهور؟ يعني شنو توقيت له؟ مو توقيت، هذا هو اللغة توقيت. هذا من يقول بعد 20 سنة توقيت، يقول 50 سنة توقيت، اللي يقول 100 مليون سنة توقيت، اللي يقول فد يوم توقيت. فلهذا أنا ما أقول يمكن هالجمعة عقب باكر مولانا إن شاء الله نرى راية الإمام سلام الله ونكون في خدمته، بشرط أنه لا تكون رقابنا تحت سيفه مولانا، لأنه أكو رواية ينقلها في يوم الخلاص روح اقرأها مال تعلمون ناسا يقتلوا في ظهر الكوفة 16,000 فقيه مولانا، مو أنا قايل، هاي رواياتكم إذا تقبلون، هاي رواياتكم. واللطيفهم كلهم شنو يقتلهم؟ ترى مو الفلاسفه، فاحنا محسوبين على الفلاسفه. احنا محسوبين على العرفاء، احنا ما محسوبين على شنو تقولون؟ هم يقولون سيد الحيدري ما محسوب على الفقهاء، فهو الامام عنده شغل ويا من؟ ها؟ ويا الفقهاء، زين. ولهذا مضطر في كامل سليمان في كتابه يوم الخلاص يقول هذا بها تصحيف، يقتل 16,000 قتيل، قل له بيني وبين الله، من يقتل شنو معنى قتيل بعد؟ من ده يقتل؟